الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واهلا بكم في حلقه جديده من بيوت منوره بيتنا النهارده منور بزوجه مشرقه زوجه هي منوره في نفسها وبتنور اللي حواليها بايه بقى عملها. تبص تلاقيها كده عارفه انت الزوجه الحركيه اللي بتطفي نورها وجمالها جمال روحها انا بتكلم على جمال الروح اللي تبص تلاقي ان هي جمال الروح ده اتعكس على كل حته في البيت بل اللي جاي اللي من بره بيقولوا ايه البيت المنور ده زي كده ما في يوم الايام ان شاء الله بيبقى في قصر من ياقوطه حمراء مطلع نور في قلب منور الجنه كلها مين دولت مين اللي فوق دولت دول دول متاخين في الله الزوجه المشرقه هي مش زوجه بس ده هي زوجه وحبيبه واخت وام وبنت واخت في الله اخت في الله يعني هي تعاملها مع الزوج بيبقى مجرد لله حتى لو اذاها اه يعني هي ممكن تحسن وهو يسيء اه طب ليه حتى احفظي معايا بقى حتى يختبر الله سبحانه وتعالى حسن تبعولك ليه فلما يعلم الله منك الرضا خلاص ربنا هيصلح حاله ويبقى زي الفل والله طيب بنقول الزوجه دي الناحيه دي في البيت هي في معاملتها وفي حياتها مشرقة طب والثانيه الزوجه الثانيه دي مطفيه ليه مقهوره عارفين ليه مقهوره بقت جسد بدون روح بتادي كده عامله زي الانسان قال يوم كده آيات خلاص مين اللي طفاها زوجها انا مسمين الزوج اللي بيطفي الزوجه دي وبيخليها مقهوره مسمينه الشبح شايفين الشبح هو شبح ليه آه سلطوي ونسبه السلطه بتاعته انت اصلا مالكيش راي انت اصلا وجودك هنا انا اللي اقول وانا اللي اعمل وانت اللي كذا انا اصلا الكل في الكل سالبها حقوقها كزوجه وكانسانه وكحبيبه انت مجرد حاجه كده بس ايه روتين علشان يعني مجرد يعني ايه جايبك كده بس ايه زي ايه مش مش حتى عوان عندكم ولا اسيرات عندكم ده انت اكتر من كده وملكيش اي قيمه الزوجه دي موجوده وحالات كتيره جدا جدا بتقول لك بصي انا مش لاقيه نفسي انا مش شايفه نفسي الزوجة المأهورة والزوجة المشرقة طب احنا هنتكلم عن جمال المشرقة وازاي هي بقت كده وازاي حتى لو حول ان حد يطفيها ولا الكلام ده خالص هي مش بدمخة القصص هي مع نفسها وازاي التانية انطفت وسمحت لأراء الآخرين ان هي تأثر فيها قبل ما ابتدي حابة احكي قصة الآية في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الآية دي يا جماعة نزلت في مين؟ في إمرأة الأوس بن الصامت كان زمان في أيام الجاهلية يعني يقول لها أنت علي كظهر أمي يعني خلاص لا بقي زوجتي ولا بتعيش معاك كده زي أمه زي أخته ملهاش في أي حاجة أما جه راحت لتشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش لسه نزلت الآية دي وهي بتشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله إن ضممتهم إلي جاعوا عندي أولاد منه وإن ضممتهم إليه ضاعوا تعالي نقف هنا إيه ده؟ هو الزوجة لو العيال بقوا معاها يجوعوا عشان ما فيش راجل يصرف طب ولو مع الأب من غير الأم يضيعوا تعال لما أقولك على زوجة موجودة طبعا حاليا وموجودة في القرى ده مش من أيام بقى النبي عليه الصلاة والسلام الزوجة دي كانت أنا مسميها يعني السوبر زوجة أنا مسميها كده السوبر زوجة. سوبر زوجة وسوبر أنثى وسوبر حبيبة وسوبر أم حاجة كده بتبرق كده لوحديها بس الامر عندها ما كانش لله سبحانه وتعالى ليه إيه كانت بتحب زوجها لشخصه احنا بنقول عندنا حاجة متلبس علينا فيها في فهمنا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى نحب دايما نرجع الأموم لله عشان نرتاح يا جماعة مين اللي خلقنا وعارف الريموت كنترول بتاعنا الله عز وجل يبقى الله عنده الحل صح ولا لا وما في حاجة هتحصل ولا مشكلة اللي هتستحدث ولا غير تستحدث إلا في كتاب الله ليه لان كتاب ربنا سبحانه وتعالى ايه اليوم اكملت لكم اكملت لكم يعني فيش حاجه ناقصه لدرجه ان واحد مره بيقول يعني القران ده في كل حاجه قال له يا عم في كل حاجه قال له لا طب انا اقرا اهو ايه بقى القرعه دي في الكتاب ازاي في القران ازاي قال له والذي خبث لا يخرج الا نكده <applause> يعني ارض راسك اصلا ما بتخرجش زرع الشاهد ان كل حاجه موجود في القران الزوجه دي بقول لكم كانت سوبر زوجه انا كنت مسميها كده وبعدين حصل لها اختبار ليه احنا عندنا حاجه يا جماعه اسمها حب المتعلقات يعني ايه يعني قلبي يتعلق بشيء حلال على فكره مش حرام حب الزوج حلال أما يعني هنقعد نحب في الحرام لا يعني اهو كمان الزوج اهو ولكن الحب ما يطغيش عن علاقتي بربنا سبحانه وتعالى يعني اعمل ايه يعني يا استاذ إيه الكلام ده يعني يعني انا بحب زوجي اه بحب اولادي وبحب ابي وبحب امي بحب الحلال الحب الحلال مطالبه بيه بس احذري خلي بالكم يا جماعه بالله عليكم اللي انا بقوله ده احذري ان يكون الحب ده عندك هو مصدر الاسعاد بحيث لما ينتهي سعادتك راحت خطا امال مين مصدر اسعادي الله سبحانه وتعالى ليه يا جماعه بيحزن ويجي لي اكتئاب ويجوا على ان نعالجهم ونقعد ست شهور بنعالج في اكتئاب ويا سلام بقى لو كانت واخده علاج وحبوب بتقعد سنه عشان تنقص الجرعه وبعدين نبتدي بقى دعم نفسي موال طويل ليه اصلها كانت عشمانه فيه فانصدمت هي ما تعرفش ان الخلق ناقصون يبقى انا عندي قاعدتين اول حاجه انا قلتها اوعي يكون الزوج والاولاد هم مصدر اسعاد فقط دون الله سبحانه وتعالى حتى متعلقات ده ابن القيم مالف كتاب بقول لك 198 ورقه بسبب جاب على سؤال وكاتب فيه ان اي حب خلاف حب الله سبحانه وتعالى او حب يطلعني درجه عند الله مش يوقعني يبقى شرك اشركت في قلبي الله مع الله حد الكلام إيه ده كلام كبير على فكره يعني حتى لو حب حلال اه ليه لانه جوايا هو متساوي مع حب الله وهو مصدر الاسعاد ابدا والله مصدر متعتي واسعادي مش في الموجودات اصلا ولا المتعلقات لا دنيا ولا مواد ولا اي حاجه امال مع مين مع الله سبحانه وتعالى فيوم لما يضغي هذا على الامر يحصل ايه ان الله يغار على قلب عبده المؤمن فلما ربنا يغار على قلبي لازم يخلص لازم ينظفه فكان لازم يحصل لها ابتلاء في زوجها فتزوج عليها طبعا كانت صدمه للجميع تزوج عليها يعني احنا ان شاء الله يعني موضوع الزواج التاني نبقى نتكلم فيه ولكن هي اتصدمت اتصدمت لان هي سوبر بجد يتقال عليها كده انا اديها 10 على 10 خليها تسعة ونص طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو لما حصل كده رمت العيال وبعدين والزوج خد زوجته الجديده ومشي والعيال فين؟ بتربوا في مركز تخيلوا ايه ده هنا في دروب حصل يا جماعه. هنا في غلطه حصلت ايه الغلطه ها انطفت مين اللي طفاها بغض النظر هو صح ولا لا حلال يعني يعني القصه مش في مسبب دلوقتي القصه ان هي جعلت هذا الحب هو مصدر اسعادها وامتاعها وده شيء مش صح ده رقم واحد رقم اتنين هو ينفع الزوج يبقى يطفي زوجته ويقهرها وتبقى فعلا مستميه كده بتقول لك انا الزوجه المقهوره طبعا خلونا في المشرقة طب بس اكلمي على المقهوره شويه وأقولك لك ان هي خلاص ما بقاش لها دور يا اما قدامها حلين اتنين يا تتمرد على زوجها وتمشي وتسيب وتعمل وخلاص لا انا مش يعني طلعني من تحت من تحت صوتك ومن تحت ضرباتك ومن تحت النقد اللاذع ايه نقد, نقد 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 انت مش شايف فيها حاجه حلوه خالص ايه ده ويا اما تطلع وتتمرد وتسيب والبيت يخرب خلاص لان هي العمود وانا بقول لك انت صاحبتي وحبيبتي اسمعي الكلام اصبري وانا هقول لك الحل طيب يا اما تنكسر وتموت زي ما قلنا في الاول بتموت بايه روحها ماتت هي اله عايزين اكله دي بعمل اديني مش عارفه ايه طب عايزين كذا بعمل هي فين هي خلاص اعرف حاله من الحالات وصلت لحد ما درجه اعلى درجات الاكتئاب خلاص ما بقتش انتوا عارفين ان حالات الاكتئاب من يعني مظاهرها ما بتاكلش ما بتعملش عايزه تموت نفسها هي ما بتاكلش بسببه. وبعدين ما بتستحماش وبعدين توفاها الله تفتكرى وفاتها دي الله طبعا هو المحاسب المجازي وفاتها دي فين في رقبته في رقبه الزوج ده انا ما بقول خلي بالك خلي بالك لما تبطل زوجتك تسال وتبطل تزن عليك الزن ده علامه صحيه على فكره ما تزهقش منها ابوس ايديك ما تزهقش منها خليك إي 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 اسمع يا عم اسمع من هنا وكانك اه يا ممتاز جدا يا ولا انت عارفين وانت مركز اصلا بس هي عايزه اللي بيسمع وخلاص ليه لانها وهي بتتكلم بتفكر وسيله تفكيرها الكلام طب وانت وسيله تفكيرك الصمت طب يا جماعه احنا عايزين نقف في النص ما هو انت لو الصمت وهي الكلام الدنيا حبوس كده هنعمل ايه معلش تعالى على نفسك شويه <applause> معلش معلش وانت تعالي على نفسك شويه مش كل حاجه وكل تفصيل ده انا بص بقى اما صحيت قمت جايه رايحه ما فين وبعدين وانا ماشيه لقيت ايه على الترابيزه هو ممكن يموت فيها لو انت قاعده تدي التفاصيل دي ممكن يتخنق يقول لك بص خلاص فانت حاولي حبه حجب عليكي وحبه لي حاجه في النص كده اسمها الحاجز المنير حاجز بيني وبينك بس منور فانا لما بقول دي زوجه مشرقه اه انت بتسمعها انت فاهم خصائص المراه صح مش متجوز كده على فكره حالات الطلاق الكلام ده كان نسبة الإحصائية في 2012 2011 2012 كل أربع دقايق حالة طلاق كل أربع دقايق حالة طلاق طب دلوقتي الله أعلم زادت ولا زادت طبعا طيب في ماليزيا بيحصل إيه؟ ما ينفعش أصلا تكتب عقد الزواج إلا لما الزوج والزوجة يحضروا دورة مع بعض يقولوا إيه لكم سواء بيحضروا في أمه احضروا فمه عشان ما تجناش عروسه 40 يوم ايوه يا استاذه هالة معلش بقى انا طلعت وسبت له البيت يا بنتي ده انت 40 يوم لسه لا معلش ما انا خدت خالته معايا عشان لو في حمل ولا حاجه ايه ده ايه الكلام ده؟ ما ينفعش الكلام ده. لازم تبقي فاهمه دورك وهو كمان فاهم دوره. لا هي تعصيك وتتمرد وتبقى ناشز وفي نفس الوقت انت ما تكسرهاش. احنا دايما في كل حلقه بنوصي استوصوا بالنساء خيرا رفقا بالقرار احفظوها رفقا بقرارتك قرورتك ما تلعب قرارات الغير عشان يقول لك ايه اصل بر... طب ما انت بره الرومانسي ودون جوان وحلو زي الفل وجوه ايه جوه يعني؟ يعني بتعمل <applause> جوه انت السيد اللي ماسك صوته أنا نفسي يعني القصة ديت قصة إن, إن إن تبقى هي مقهورة تروح قصة إن إزاي أعالجها وإزاي إن أنا أقول يا رب يا رب يعني أنا عندي زوجة وربنا أنعم عليا بزوجة وأنعم عليا إن أنا كونت بيت فعلاً حافظ عليه إزاي إن أنا أحافظ عليه وإزاي إن أنا أرجعها تبرق تاني ينفع أه والله ينفع يعني ترجع شمس منورة وبتضحك وحبوبة وجميلة وحاببة أتكلم أه هنعرف كل الكلام ده ان شاء الله بعد الفاصل فتابعونا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنقول ازاي تفضل الزوجه مشرقه ومنوره وما تبقاش اسمها الزوجه المقهوره واتكلمنا يعني ان في دور كبير جدا على الزوج ان هو يفهم يعني ايه الزوجه ويعني ايه خصائصها وايه طريقه تفكيرها وطريقه الحوار معاها إيه عندي قصه عن سيدنا عمر والصحابي كعب بن مالك إيه جت امراه تشكو لسيدنا عمر وبتقول له زوجي يا امير المؤمنين يصوم النهار ويقوم الليل فقال لها والله نعم الرجل هو والله <applause> سيدنا عمر فقالت له يا امير المؤمنين. زوجي يصوم النهار ويقوم الليل قال لها نعم الرجل هو والله فقالت له يا أمير المؤمنين زوجي يصوم النهار ويقوم الليل قرتها ثلاث ثلاث. فرد سيدنا كعب قال له يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها فقال له خلاص أدام أنت فهمت اقدم بينهم فلما جابه وقدم بينهم سيدنا قال له أنت زوجتك بتشتكيك قال له أفي طعام أم شراب قال لا فقالت المرأة يا أيها القاضي الحكيم رشده ألهى خليلي عن فراشي مسجده زهد في مج... في مضجعي يعني في فراشي تعبده فقد القضى كعب ولا تردده نهاره وليل ما يرقده فلست امر النساء احمده ما هوش في امر النساء شيء يحمد عليه خالص الراجل ده فقال زوجها ايه؟ زهدني في فراشها وفي الحجل اني اني امرؤ اذهلني ما قد نزل في سوره النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل فقال كعب ايه؟ إن لها عليك حقا يا رجل نصيبها أربع لمن عقل فاعت ذلك ودع عنك العلل هو جاب الكلام منين إن بيقول إيه القصة الكلام اللي احنا قلناه ده القصة بتقول إن الزوجة راحت تشتكي أمير المؤمنين سيدنا عمر زوج يصوم النهار ويقوم الليل والله نعم الرجل ثلاث مرات لحد سيدنا كعب فقه قال له يا أمير المؤمنين يعني هي تشكر الرجل بيصوم النهار يعني صايم ما بيقربش النساء يقوم الليل يعني بيصلي خيام ما بيقربهاش لا ليل ولا نهار فقال له خلاص ده انت فهمت يا كعب احكم فحكم قال له والله بقى يعني سوره النساء ومش عارفه والسبع الطوال والقران وانا قال له ما ينفعش وحكم انك تاتيها يعني يضاجعها كل اربع ليالي ليه مسنة وثلاث ورباع فانت لو متجوز اربعه دي واحد اتنين 3 اربعة فالاولى لها ايه كل اربع ليالي لها ايه لها ليله سبحان الله فقه القران جميل جميل انك تفقه القران وتطلع منه الاحكام. يوم لما بقول انت بتطفيها يبقى انت مهمل في مسؤوليتها اكلها المفروض تطعمها مما تطعم وتسقيها مما تش... وتكسوها مما تلبس المفروض كده وهي برنسس معلش يعني هي برنس انت اللي بتصرف وانت اللي بتعمل مش يلا روحي طالبها بشغل وكذا 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 وترجع البيت زوجه وكذا وكذا وعايزها عروسه في اخر الليل يعني في مراعاه يا جماعه يعني في توازن والتوازن دايما والوسطيه ده اصل الدين ديننا دين الوسطيه يعني انا زي ما أخدت قاطع وانا شغلتها 8 ساعات بره مطحونه كذا كذا اراعي وسبق قلنا قبل كده في تعاون وفي مشاركه في البيت وفي تقسيم مهام عشان انت كمان تنعم بهذه الزوجه طيب ايه ايه ايه, إيه المشكله يعني المشكله ان بتبقى الزوجه زي ما قلنا مقهوره بسبب انك ما انتش فاهم خصائصها يعني ايه يعني مرحلة الفهم ذات نفسها ايه مرحلة الفهم اعمل ايه يعني يعني قلت لك ان الزوجة بتحب الكلام الكتير وبتحكي تحب تحكي تفاصيل بس فانا عايزاك تسمع يعني ينفع تسمع <applause> يعني ينفع تبقى زي الرسول عليه السلام لما قاعد سمع السيدة عائشة وهي بتحكي له على حديث ابي الزرع وقصة سيدنا ابي زرع ابي الزرع كان متجوز واحدة وهي عمالة تحكي نساء متجمعين كل واحدة بتقول فضائل زوجها يعني يا اختي ده انا جوزي كذا وده جوزي كذا كده يعني فواحدة اللي هي مزارع ديت بتقول له والله يا رسول الله يعني لا كانت بتحكي لصاحبتها يعني ان انا متزوجه بزرع ده بتقول بقى ابو زرع ده كان عنده غنى وكان عنده اراضي وكان عنده إيه مرعى وكان عنده إيه خيل وكان عنده حاجات كتيره خالص وانا اصحى عندي الخدم وحماتي مش عارفه عندها ايه وانا اقعد بالنهار يقول لي ابو زرع أبو لها كولي كولي واشربي ميري وميري اهلك يعني انت كولي واعملي وكمان اعتل اهلك واعملي وكان كان الخير كثير وبعدين انا بخلف البنات فهو دخل في مره فشاف واحده من كانت موجودين عنده في في في, في بتاع الخيل اسطبل الخيل فاعجبته فتزوجها فهي بتشتكي وبتقول له بقى ايه ان حصل كذا وبعدين تزوج عليها وهي بتزعل واتجوزت واحد تاني وبتقول ما يجيش ربع ولا حاجه كده في ايه في في في, في, في جمال ابو الزرع ومعاملته الحسنه الطيبه معاها. فرصه السلام الله عليه وسلم قاعد يسمع والثانية اللي بتقول زوجي مش عارفة ريحه ريح وريح زرنب ولا كده والتاني لا يولج البس حتى حتى يعلم لا يولج الكف حتى يعلم البس وقاعدين كل واحدة عمالة تقول زوجها ايه صفات الحلوة والوحشة والنبي قاعد يسمعها على فكرة النبي عليه الصلاة والسلام رسولي ورسولك قاعد يسمعها يبقى انت ليه ما بتعملش حاجة زي كده اسمعها عنوان النهاردة علاجه اسمعها يا سدي رغاي يا عم ايه المشكلة يعني اعتبرها في اي حاجة انا اقول لكم على موقف شاب <applause> شاب ولد بيكلم بنت. كنت بدي محاضره في جامعه من الجامعات والبنات بيسالوا فانا قاعده بره ورايا شاب يعني صوته عمال كده اه مم. البنات بيسالوا بتاع ساعه الا ربع وهو على الموبايل اه مم. والله ورحتي فين وجيتي منين كذا كذا ساعه الا ربع ويسيب الموبايل ويجي يتكلم شويه اه او يبعده كده ويشاور لصحابه ويرجع اه وبعدين هو <applause> بيعمل ايه هو بيسمعها عشان كده هي واقعه في داباديب وعماله تتكلم وعماله تشيت وعماله تعمل وعمال كذا وده في الحرام مش في الحرام سبته طبعا ما سبتوش لكن أنا عايزة أقول إيه؟ اسمعها طريقة تفكيرها في الكلام إيه كمان؟ هي عايزة تسمع كلمات حب الأرض اللي عندها ديت وقلب أرضها ديت أنت لازم ترويه بكلمات الحب يعني زوجة بتقول لك أنا عايزاه يقول كل ثمان ولا أقول لك خليه كل ست ساعات حلو يعني أربع مرات في اليوم حلو مش وحش يقولي بحبك 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 كده يعني زي المضاد الحي طيب إيه إيه ما تقول لها يا عم أنت خسران إيه؟ يعني ده 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 التعريض على الزوجة حلال ده اكلك حلو وانت اموره وانت عسوله ده حلال تاخد عليه ثواب على, حي... على فكره اللقمه بتضعها في فم زوجتك بتاخد عليها ثواب شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام صلوا عليه النبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه كان سيدة عائشة تشرب فهو عايز يقول لها انا بحبك بس مش عايز يقول كلام بقى بيقول فعل فجاب مكان الميه كده وقام كاس وقام جاي شارب بس هي ايه اه طبعا طب خد موقف تاني سيدة عائشة كان في بنات من الاحباش بيغنوا صغيرين وبيغنوا في عايزه تتفرج فأنا عليه السلام حط لها ايده كده وهي ايه حاطه خدها كده وقعدت وسنده خدها لخد النبي عليه الصلاه والسلام بتتفرج على البنات وبعدين قعدت انتهيتي؟ لا لسه انتهيتي بتدلع بقى لا لسه طب ليه؟ تقول حتى يعلم من وراء النساء مكانتي عنده سبحانك يا رب يبقى يبقى المشكله فين؟ ان انت ما بتعملش المشكله ان انت ما بتشوفش وما بتعملش لما ارجع لتاني مشكله في موضوع القهر ممكن تكون اتجوزت اصلا غصب عنها يعني في البداية تم زواجها غصب عنها وبعدين موضوع الغصب ده طبعا يعني انا ظني والله اعلم ان احنا دلوقتي في القرن 21 ما بقاش في حاجه اسمها غصب هي اللي بتجيبه دلوقتي تقول لهم هو ده اللي هتجوز هي بتغصبهم دلوقتي. لكن احنا بنقول من 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 يعني من صور القهر. طب ايه كمان من صور القهر؟ التقليل من شانها وسلبها ادميتها. يعني ايه؟, إيه إنتي انت اصلا وانت فاهمه حاجه ما تقعدي انت ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ مش هبطلي هرتله؟ مش تبطلي مش عارف انت بتقولي ايه الاول؟ مش تقولي مش ايه ده؟ يا عم ده الواحد لو عنده واحد شغال مش هيقول له الكلام ده انت ليه بتقول لها كده ولا يجي بقى دايما انا معرفش انا نفسي صراحة اعمل احصائية وتبقى على شريحة متنوعة غير يعني مؤدلجة ونقول للشريحة دي انت ليه هي دي الزوج لما بتروح عند اهلك او يجي اخواتك او يجي كذا تقوم جاي مزعق لزوجتك ودايما تحب تقلل منها قدامها انا هحكي لكم موقف جميل جدا برده حصل عروسة بنوته تزوجت وهي في ثالثه كليه وبعد وهي في كليه وابتدت ان هي يعني آآ 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 تزوجت فزوجها دوت كان قريبها وبعدين الناس الناس قريبها جم بيصبحوا عليها في الصباحيه وهم بيصبحوا عليها في الصباحيه فبياخدوا مقدم لهم عصير بقى وكده وهي يعني يعني حديثه عهد بزواج يعني. يعني حديثه عهد بزواج وما لهاش في الشغل بقى والحاجات بتاعت الزوجات بقى اللي هم فاهمينها دي فالمهم فاهم جايه عامله ايه؟ قامت جاية آه متقدمة لهم عصير هم خدوا العصير ايه ده هي مامتك ما انك انت تعملي عصير كويس طبعا القرايب مش عايزه اقول له. هو زوجها جه قال لها ايه ده في ايه آه قالت له بس العصير باين ناقص سكر قال لها معقول وريني كده اه هاتي صبعي حطي في الكوبايه وقلبي كفايه السكر بتاع ايديك الراجل الفلالي ده صراحه راجل برنس هو ده زق ليه كده ادى فرصه ان ممكن حد تاني ياذيها بكلمه خلوا بالكم معاها اسد خلي بالكم معاها حد كده ايه ايه اوعوا تيجوا تحت إيه دي بتاعتي ايوه كده عيش معنى ان هي فعلا بتاعتك عيش معنى ان هي فعلا إيه 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 انت حاميها هي هي بتتحمى مين اللي في ظهرك؟ طب خد الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه الصلاه لما حصلت مشكله بينه وما بين السيده عائشه قال لها ترتدي مين؟ نجيب عمر؟ قال له لا بلاش عمر طب مين؟ قال له ابو بكر ابوها فجت فبيحكي حصل كذا 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 وهي بتحكي فقول يا عائشه قالت له انت بتقول كده وتزعم انك رسول الله عليه الصلاه والسلام استغفر الله هي ده مين حصل أم جاي سيدنا ابو بكر هامم عليها يضربها يضربها يزعم هو فعلا رسول الله فهو جاي يضربها ايه اللي حصل؟ أم جاي النبي حائل بينه وبينها ولا لا يعني ما يعني ما جبناكش عشان كده يا سيدنا ابو بكر ما جبناش عشان كده يعني فلف حال بينها وبينها وخلاص وخلص الموضوع على كده وكده فبعد ما مشي مش بقى شفت ابوكي بقى غلطك ازاي؟ شفتي اهلك بقى اصلا عارفينك انت الغلط راكبت من فوقك لراسك وانت 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 تموتها انت كده تقهرها شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ الا ترين اني حلت بيني وبينك وبين الرجل؟ الله العظيم صلوا عليه عليه الصلاه والسلام زوج زوج ورومانسي ويعني راقي عليه الصلاه والسلام فعلا كان يعني كان على خلق عظيم والله. ما شفتيش ان انا انا حشت عنك ها؟ خلي بالك يعني خلاص ضحكت ضحكت يبقى انا اما اجي اقول انت افهم زوجتك ايه عشان عشان تبقى في الموقف ده خلاص خلصت خلصت على فكره يوم لما باجي اقول يا اما صور قهر يا اما انت متجوزه يا اما ضرب طبعا ضرب ده احنا ما بنتكلمش فيه اصلا ضرب ده للحيوانات وحتى الحيوانات ما بتنضربش حتى الحيوانات ما بتنضربش اللي لما قال لك يعني ايه واضربهولنا كده السواك عارف السواك عارف هو كده يعني كده يعني مش اسمع الكلام وبعديها ايه قبلها هجر وقبلها خصام وقبلها كذا الضرب ده احنا ما بنتكلمش فيه وممنوع منعا بتا وتاخدي فيه موقف ممنوع منعا بتا وتاخدي موقف تعملي موقف ما فيه الكلام ده ما يتكررش تمام طب ايه كمان من مشاكل اللي تقولك انا روحي ماتت وانا لسه على قيد الحياه روحي ماتت وانا على قيد الحياه بدي العلاج للزوج انت وهو انت ما تسمحيش بكده في ناس يعني في حالات ينفع ان هي يبقى في برق وفي علاج وهو يفهم وياخد دورات ويحضر ويشوف يعني مستشار مؤتمن حكم بينه وما بينها مؤتمن ويجي تقعد انت معاه هي ما تقعدش معاه لوحدها انتوا الاثنين مع بعض وفي حالات لا يعني احنا احنا بنقول الحالات اللي لا ديت ندعو الله سبحانه وتعالى إن هما يوصلوا المرحلة في النص إن هي فعلاً ما تكسرهاش ما تكسرهاش خليها دايماً تطلع وتشرق وت... وتبرق وتبقى منورة بيك وبمعاملتك اوعى تحولها لزوجة مقورة خليها دايماً مشرقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بيوتنا كلها منورة اللهم أمين 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 صلى اللهم على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين <applause>